السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع المركن السيارات أو حاضرة السيارات اللي يقع في بلدية حيدرة بولاية الجزائر العاصمة، واللي يعرف مشاكل يعني وتأخرات في الإنجاز هذا يعني هذا المركن للسيارات ب6 طوابق، يعد يعني واحد من بين عدة مراكن سيارات تم قرار بإنشاؤها في بعض البلديات المكتظة في ولاية الجزائر العاصمة. يعني بعض المراكن تم يعني انتهاء الأشغال بها كبيرموندرايس وشاطونوف في الأبيار، وكذلك في القبة، هذه كلها تم يعني الانتهاء الأشغال بها ووضعها في حيز الخدمة. وهذا المركن هذا ما زال الأشغال يعني معطلة به. إن شاء الله تنتمي لهذا البرنامج تاع هذه المراكن تاع السيارات عبر بلديات ولاية الجزائر العاصمة، ونخليكم تتابعوا يعني تشوفوا حالة الأشغال. والسلام عليكم.